استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفدا من قيادات الطائفة لتقديم التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وأعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، لافتا إلى أنه يشعر بالمحبة والفرح في زيارة وتهنئة قداسة البابا باعتباره بابا المحبة ورمزا مصريا وطنيا كبيرا.